الحرمات، الأموال، الدماء، الأعراض، هذه جداً مهمة في الإسلام. الحكومات هذه القضايا محلولة عندها، يعني البشر ما إله قيمة، الإنسان ما إله قيمة، الأموال ما إلها قيمة، الأعراض ما إلها قيمة. منطق حكومة تريد أن تحكم، أنا يجب أن أكون. ولكن الإمام يقول هذا كان منطق بني أمية، هذا كان منطق بني العباس. الإمام يقول لا، منهجي احتفاظ، الاحتفاظ بهذه الحرمات